بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا سمحت السلطات في مدينة نيويورك، وهي مدينة أمريكية كبرى، برفع الأذان في المساجد يوم الجمعة وأيام رمضان. الحقيقة أيها الأحبة، أنا أريد أن أعلق على هذا الموضوع بكلمات قليلة جدا. أولا، هذا الأمر يدل على مدى انتشار الإسلام، ولا تصدقوا بعض الإحصائيات التي يروج لها الملحدون فيقولون الإسلام ينحسر، الإسلام أعداد المسلمين تتناقص وأعداد الملحدين تتزايد. لا أخي الحبيب، موقع بيو ريسيرش الأمريكي الشهير يقول في آخر دراسة له إن المنحنى البياني لأعداد المسلمين في الغرب تحديدا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصعد هكذا، يزداد بشكل كبير، على عكس نسبة الملحدين التي تتناقص باستمرار. طيب، ما هي دلالة هذه الدراسة؟ بكل بساطة، هذه الدراسة تدل على أن أعداد المسلمين تزداد، وبالتالي بما أن أعداد المساجد أصبحت أكثر، أعداد المسلمين أصبحت أكثر، فأصبح هناك ضغط على السلطات هناك لتسمح برفع الأذان. تصور، يعني قبل سنوات قليلة من يتصور أنه في مدينة مثل نيويورك يرفع الأذان يوم الجمعة؟ يعني هذه ظاهرة غريبة. لذلك أنا أقول أحبتي في الله، وحسب الإحصائيات التي يقدمها موقع بيو ريسيرش الأمريكي الشهير والموثوق، أنا أقول أيها الأحبة، سيرفع الأذان في كل أنحاء أمريكا قريبا. لماذا؟ لأن هذه الإحصائيات تقول إن أعداد المسلمين تتضاعف بشكل كبير جدا، بينما بقية الديانات في تناقص، وبخاصة في الغرب، لأن الحضارة الغربية أدت إلى تدمير النسل. من خلال ماذا؟ عندما سمحوا بالشذوذ الجنسي، هذا يدمر النسل، الرجل مع الرجل لا ينجبان، والمرأة مع المرأة لا تتم عملية الإنجاب، إذن هذا تدمير للنسل. الشيء الثاني، عندما سمحوا للإنسان أن يعيش مع حليلته أو صديقته التي يزني بها، وهذا الأمر لا ينتج، وإذا نتج أولاد هؤلاء الأولاد سيصبحون مشردين. الدراسات حسب وزارة العدل الأمريكية تقول إن معظم، نسبة كبيرة من المجرمين المحترفين هناك والمغتصبين، هذه النسبة جاءت من بيوت غير شرعية، أولاد زنا يعني. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، عندما تصل نسبة أولاد الزنا أو الأولاد غير الشرعيين إلى أكثر من 40% في أمريكا، 40%، تصور يعني نسبة مرعبة. هذه أيضا النسبة لا تنجب ولا تنتج مواليد فعالين، يعني مثل البيوت الشرعية أو الزواج الشرعي. القضية الأخرى، نسبة الخيانة الزوجية كبيرة جدا هناك لديهم، وهذه أيضا تعطل عمليات الإنجاب. نسبة زنا المحارم قد تصل إلى 10% أحيانا، وهذه أيضا لا تنجب، يعني أخ يزني مع أخته أو مع أمه أو مع ابنته. هذه هي الحضارة الغربية التي يريد العلمانيون والملحدون تسويقها لنا هنا في العالم الإسلامي. تصوروا أخي الحبيب، هذه هي النتائج: الشذوذ، الخمر، الدعارة. يعني في دولة مثل ألمانيا مثلا، وأنا قلت هذا الكلام واعترض علي بعض الملحدين، مع العلم أن هذا الكلام موجود على موقع وكالة الأنباء الألمانية أو الدي دبليو، وموجود على الموسوعة الحرة.
والإحصائيات موجودة لديهم يعني ومعروضة ومنشورة. في ألمانيا فقط تصور، التي هي أصغر من أمريكا بكثير، هناك أكثر من 400,000 عاهرة يعملن بشكل مرخص قانوني، وأضعاف هذا الرقم بشكل غير قانوني. طيب هذا الأمر لا ينجب أيضا، لا ينجب مواليد، يعني العاهرة لا تنجب، والإنسان عندما يلجأ للزنا لا ينجب أيضا، وبالتالي لديهم النسل، هم يدمرون النسل بالقوانين التي وضعوها، قوانين لذلك يستوردون من الخارج، من المهاجرين ومن الجنسيات الأخرى التي تنجب والتي لم تتلوث بعد، فيلجأون لهذه الطريقة. وسبحان الله معظم هؤلاء المهاجرين عادة يكونون من المسلمين بسبب الظروف الاقتصادية أو السياسية في بعض البلدان العربية، وبالتالي يعني الإسلام سينتشر أحبتي في الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنا أرجو من كل مؤمن أن يحفظ هذه الآية جيدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا هو الذي يجعل الناس يدخلون في الإسلام، الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، أي لينشره ويجعله ظاهرا ومسيطرا ومهيمنا على كل الأديان ولو كره المشركون. إذن أيضا هذه بشرى لكل إنسان مؤمن أن يستبشر خيرا، أن هذا الدين ينتشر أكثر، وكل الإحصائيات العالمية تؤكد ذلك. عدد سكان العالم من المسلمين اليوم 2 مليار مسلم والحمد لله، وبعد سنوات سيصبح الإسلام هو الديانة الأولى حول العالم. لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.